تهديدات التركية للمنطقة. تركيا بالأساس هي دولة محتلة من العام 1936 هذا أو 39، هي احتلت لواء اسكندرون وحاليا تسعى إلى قطع جزء من الأراضي السورية. هذا الأمر هذا غير مقبول بالنسبة لسوريا كافة والمنطقة منبج بالذات، يعني كون المناطق انقطعت في قسم منها من منطقة منبج. الأمر الثاني، احنا كأهل بلد يعني هناك واجب أخلاقي، واجب شرعي، واجب اجتماعي، انه بدك تدافع عن أرضك على كل الأحوال. طبعا احنا أهل منبج ما نسمح لحدا يقطع شبر من منطقة منبج أي كان، أي كان التهديد، ممكن أن أي جهة. الدول الكبرى المستفيدة من النزاع ضمن سوريا فهي نحن كسوريين، علمنا ونعلم وسنعلم أبنائنا أنها هذه الدول تريد تقسيم الأراضي السورية. فالحل الوحيد بنظر الشعب السوري هو وحدة الأراضي ووحدة الشعب السوري ضد، لأن الأرض لا يحررها إلا أبنائها، والمقاومة تبدأ من أبنائها ضد أي محتل إن كان تركي أو سواه. فالحل لهذه الأزمات هو اتحاد الجيش العربي السوري مع قوات سوريا الديمقراطية مع الإدارة الذاتية مع حكومة دمشق ضمن مفاهيم تخدم الشعب في شمال وشرق سوريا.